جبهة البوليساريو الانفصالية تهاجم إسبانيا وفرنسا. هاجمت قيادة جبهة البوليساريو كل من المملكة الإسبانية والجمهورية الفرنسية بسبب استئناف الاتحاد الأوروبي قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب بشأن الصحراء المغربية. واعتبرت الأمن الوطني لجبهة البوليساريو في بلاغ لها أن الاستئناف الذي قام به المجلس الأوروبي بمعية إسبانيا وفرنسا يشكل مصدر قلق عميق، مشير إلى أن بعض الأطراف الأوروبية تتواطأ مع المغرب لمواصلة ما وصفته بالنهب لا شرعي لخيالة الشعب الصحراوي. واستمرارا في تهديدها بالحرب الوهمية، دعت قيادة البوليساريو الشركة الأجنبية للانسحاب الفوري من تراب الصحراء، لافتة إلا أن تواجد هذه الشركة بالمنطقة المذكورة هو خرق سافر لمقتضيات القانون الدولي بحسب المصدر ذاته. وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر استئناف محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين للشراكة التجارية مع المغرب المتعلقة بالصيد البحري والزراعة بعدما أعلنت محكمة أوروبية ابتدائيا إلغاء الاتفاقيتين. نشكركم على حسن المتابعة.